يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أعطي زكاتي إلى صديق لي يسكن في بلاد الغرب، مع العلم أنه يقول هل يجوز لي أن أعطي زكاتي إلى صديق لي يسكن في بلاد الغرب، مع العلم أنه يعمل هناك لكنه لا يتمكن من الخلاص من دينه؟ من دينه، هذا أنه مسلم ومحتاج، فأعطه من زكاة ماله ولو كان يعمل، إذا كان عمله لا يكفيه. نعم. يقول فضيلة أو الشيخ أنه يكفيه النفقة لكن عليه دين الحال ولا يستطيع تسديده، لا مانع أن تعينه من الزكاة. نعم.